حلقة شباب، معاكم يوسف فريز، واليوم حنتكلم عن لعبة دوم إترنال. بس قبل ما أبدأ أباكم تعملوا لايك وسبسكرايب وشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل شيء جديد من عالم بلاي ستيشن. اللعبة المنتظرة واللي الكل استنى عشان يلعبها بعد ما نزل الجزء اللي قبلها دوم 2016، والآن جات دوم إترنال. وهذه المرة دوم سلاير لازم إنه يمزق ويحارب ويقاتل حشود جات من الجحيم لإنقاذ الأرض من التحول لجحيم حي. تحتوي اللعبة على طورين رئيسيين، طور القصة والمالتي بلاير واللي معروف باسم باتل مود. طور القصة عن الدوم سلاير اللي حتلعب بيه، ومهمتك انك تطارد وتدمر كهنة الجحيم اللي قاعدين يقودوا الشياطين لهلاك الارض، وتدمر اي شياطين في طريقك. هتبدأ اللعبة على طول مع بندقيتك القتالية عشان لا تقعد تضيع اي وقت وانت تهرب من الاكشن. اثناء تقدمك في اللعبة هتلاقي محطات تعديل بحيث انك تقدر تقوي الاسلحة اللي معاك، وحركة الشخصية برضو اخذت حقها من التحسينات بحيث انها تطورت وتغيرت عن الجزء الماضي. يعني مثلا تقدر تنط نطتين ورا بعض، تتسلق وتتفادى الضربات وتقفز من بين قضبان الحديد، وغير طبعا زي ما قلت الحركة اتغيرت وصارت اكثر استجابة. على عكس دوم 2016 تم تجهيز الدوم سلير بقاذف لهب ومثبت على كتفه، وهذا يخليك تقدر انك تحرق وتجمد وتفجر اعدائك وتنزل منهم كميات كبيرة من اللوت الخاص بالدرع. باستخدام جميع الاسلحة والقدرات الممنوحة لك هتتمكن من تدمير الوجود الشيطاني على الارض وقتل كهنة الجحيم. واما الان حنتكلم عن تعدد اللاعبين، وهو المكان اللي حيتحكم فيه احد اللاعبين بالدوم سلير واثنين لاعبين تانيين يتحكموا في الشياطين، ويحاول كل الفريقين انه يذبح الثاني والانتصار من جيم لثلاثة اقيام عشان بعدها يتحدد الفائز. اللعبة قدمت تعديل واسع لكل من السلير والشياطين الفردية في طور الاونلاين، بما في ذلك الترقيات المؤقتة اللي حتحصلها لكل جولة مرت، وتقدر تختار الفريق اللي تبغى تلعب معاه، وتقدر كمان تلعب كواحد من الشياطين، وكل شيطان له قدرات مختلفة. بإمكانك إما مواجهة السلير لحالك أو إنك تستدعي كميات من الشياطين التانية عشان يقاتلوا معاك. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو، ولا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل شيء جديد من عالم بلاي ستيشن. كان معاكم يوسف رزق، مع السلامة. من أجل اللاعبين.